وايد مهمة بحياتي، صرت شيء ما أقدر أفارق، صرت جزء مني. أنت صرت أقرب لي من نفسي. حب البدر كلش ما يقارن بحب الترى. طلعي برا نتفاهم، ما أقدر أسولف هني. نبي نتفاهم هني. طاري، إيش فيك علي؟ شوفي حياتك. تدريني إذا هجور وافقت على محمد، والله لساني ما راح يطب على لسانها. إي والله. إي والله. طلعت من الدوام يتعصلون على طول، مو مصدق إن يعني الويكند. أم بالأسبوع صاير كنا شهر. واي سكتي، أنا بروحي تعبانة من الكراف، سمعي صوتي رايح من هالتدريس، أنطر بس نص السنة الإجازة عشان أريح. إي والله. أنا مو معور قلبي لليهال وعليا. خل نطلعهم من ونسهم مساكين. اي والله ندويه كاسره خاطر انا بعد، يا تحل واجباتها ولا مجابله التلفزيون، ما عندها شيء تسوي، ملت بالبيت. زين عندك شيء اليوم؟ ايش عندي؟ ما عندي شيء. دوام وخلصت. يعني ماكو زواره؟ لا ماكو شيء، كل واحد لاهي بنفسه. انا بيني وبينك مالي خلق. خلاص عين، خل نطلعهم ونسوي لهم بروجرام حلو كذي انا وياك، منها هم يستانسون ومنها احنا نغير جو. اوكي. يلا حبيبتي باي. رايك شنو؟ تلحين شيء للثلاجة، حط شيء بالفريزر، بعدين قول أبي. لو تبي صني دياب بالفرن بعد. ولا شي الثلاجة فاضية، ما شيلتي؟ طلال، تبي تطفرني ولا شنو بالضبط؟ مو شهر طاف أنا اللي شيلت وشيل هالشهر بعد؟ مستوعب إيش قاعد تسوي؟ إيش قاعد أسوي؟ أنت دينار مو قاعد تعطيني، حتى 50 دينار حق الجمعية مو قاعد تعطيني، يبا ما أبي منك شيء، روح أنت الجمعية وشيل. 50 دينار؟ يا معودة 50 دينار ما تغني. بل أنت موظفة وحالك من حالي، راتبك أرهى من راتبي، مدرسة ما شاء الله. 50 دينار؟ بل أنت رانا عندي نفقة، إيش فيك؟ حفظنا هالأسطوانة، نفقة لولو ومعاش خدامتها ما يسوى علينا هالطلاق اللي طلع علينا أغلى من بيع السوق. والله افتكر هالطلاق اللي طلع ضمن بيع السوق على قولتك، لو ما صدقت طلعت روحك. الظاهر انت نسيتي ايش كثر حنيتي عليه عشان اطلق بيبي قبل لا تدري عن زواجنا. ما نسيت وما قلت لك لا تطلقها، بس هم ما قلت لك تاخذني زوجة من غير تكاليف. شيء ما لا تنينيني، انت ايش تبين؟ ما ابي شيء، ابي احس اني زوجتك، مسؤوله منك، تصرف علي، تعطيني. انا مو نفس بيبي، أنا اللي حق عليك. وعلى فكرة ترى بيبي كانت تقول لي كل شيء، هي اللي تدفع معاش الخدامة، وهي اللي تشيل البيت، وهي اللي تشتري ملابسها. طلال، أنا شيماء مو بيبي. هلا هلا بدور، هلا يمه، هلا 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 حبيبتي، شلونك؟ الله يسلمك يمه، شخبارك؟ تمام الحمد لله. امك شلونها؟ تمام الحمد لله. عسى خالتي انا جايه حق حجور، وينها؟ ايش اقول لك يا والله يا يمه، جايتها عره ساكه على عمرها، الباب ما تبي تشوف احد بالمره. ليش؟ ايش فيها؟ ايش فيها تسأليني انا؟ ايش فيها؟ انت اللي معها 24 ساعه، انتوا اسراركم مع بعض 24 ساعه، ولا انا وامك خلف الله علينا ما ندري عن اي شيء. شوفي، روحي لها فوق، صعدي لها، تليها من كشتها، قولي لها يلا خلينا ننزل نتغدى يمي تحت، يلا يلا هو عرب ربه. يلا ان شاء الله بروح اشوف ايش فيها. انزين.
تسولف مع اللي تسولف معه، واقف مع كل بنات الجامعه كلكم ما تهموني، لا انت تهمني ولا عوده. شبي فيهم، انا فضيت لهم عشان افكر فيهم، اخر همي عاد. انا ما بيش فكرين فيهم، بس تعرفين اخبارهم، يعني ما تبين تعرفين متناجرين متذابحين في مشاكل، على الاقل قلبك يبرد. لا تحاتين شيء مو هين، صدقيني بتهاوشت ويا طلال ما راح تبين حق ولا احد، اخر همها الحين شماتت الناس فيها. والله نج قويه، انا ما اقدر. تدرين لو انا مكان شو اسوي؟ اسوي لي فيك سناب، احط لي اي اسم واقدر اراقبهم بس اشوف متى يتناجرون عشان يبرد قلبي. هي ما اقدر. عوده طاف، اصلا انا قلبي مشغول. عشتوا شنو مشغول قلب؟ وانا اقول مبين عليك عندك شيء. شنو مشغول؟ انا قلت قلبي مشغول، بس يعني بشنو؟ بنتي اكو اغلى من الظنق. الخبر بين ضلوعك ومبين انك تحبين وعندك احد مو راضي يتكلم، الحين انا تخشين علي؟ والله ما انت هينه. لولو ماما يلا خلصوا بسرعه عشان نمشي. زين شربي شربي قهوتك. شرب قهوتي ها؟ حبيبتي هذا شيء راجع لك، شبي تقولين قولي، ما تبين تقولين هم لا تقولين. حبيتي ما حبيتي شخص. استانسي الحين، متى ما فضيتي قولي. بعد عمري والله. الله عطاني عزوه واهل، عطاني انت. عشان ظهرت فيك بعد عمري. حبيبتي انا اختك بس مو حنانه ولا قاعد اضحى ولا بعرف سوالفك ولا نشبه. مثل ما قلت لك انا انطر، متى ما تبين على مزاجك، تعالي موجوده قولي اللي تبينه. بعد عمري عاد الحمد لله انا الله رزقني ببدوره. رزينة وعاقل وفاهمة كل شيء، والله أتمنى تعرفين عليها. زين حبيبتي الله يخليها لك، يلا هالمرة أشوفها، إذا تبين نروح بيتكم، هما بشوف أمك أقعد معاها حبيبتي. هذه الساعة المباركة، أنت بس شوفي وقتك، شوفي شنو عندك ما عندك وكلميني. أنت كيف إيش تبين نروح عندكم البيت، تبون تجون عندي، تبون نطلع، نعزمهم مطعم، خلنا نطلع يا هالي استانسون مع بعض. شوفي يعني اللي يناسبكم. عاد امي ميته وتعرف عليك. حبيبتي. والله من اي بطاريه تقولي ودي اشوفها. سلمي عليها. اي والله انا بعد والله ودي اشوفها اقعد معاهم. هم بدوره حبيبتي. الو شلونك؟ هلا دلال، هلا والله، شلونك؟ تمام الحمد لله. عسى مو داقي عليك بوقت غلط، اخاف مشغول. لا لا عادي اف عليك، انا بس بيت الوالد مع الاهل. بيت الوالد؟ ليش انت مو ساكن معه؟ لا مو سلمك الله، انا طالع بيت بروحي مع اختي. انا اسفه قاعد اسالك اسئله خاصه. بس كنت حابه اقول لك ان سجلت اسمك واسمي بدوره يعني تخص البزنس والماركتينج، شيء راح يفيدنا بشغلنا، فحطيت اسمي واسمك. بسك بسك تخشخش بالحديقه وتسولف بالتليفون ها؟ لا بس هذا واحد من ربع ان شاء الله اخلص واجيكم. هاجر شلونك؟ تمام الحمد لله، انت شلونك؟ الحمد لله تمام، حياكم داخل، بيبي موجوده، انا اخلص واجيكم. يلا اوكي. هلا دلال. وياك، خلاص ان شاء الله اشوفك يوم الاحد بالدوره. خلاص على خير ان شاء الله. دلال بس ابي مكان الدوره وين بالضبط؟ ادز لك ان شاء الله الديتيلز كلها بالواتساب. يلا مع السلامه. يلا مشكوره فما الله. أقول بيبي وين لولو؟ قاعدة تحل واجباتها، مسكينة منهجهم السنة وايد صعب. وي الله يعينها مسكينة حبيبتي. اي والله. حيا الله من يانا. الله يحييك. الله يحييك، ها خلصت مكالمتك؟ أقول حبيبي احسب حسابك باكر من الصبح بنروح الشالة وبنرجع السبت بالليل. ان شاء الله يما عاد صدق يبيله شاله. اكيد من الصبح صلاه الجمعه شلون ما نصلي؟ لا والله اللي يسمعك الحين يقول ما في هناك مسايد، الله ما كثر المسايد، صلي بواحد منهم الله يهديك، ولا انت تسبب تدور السبه عشان مالك خلق تروح. يما مالك شغل
ابوي لا قاعد عليال وقط خيطه وجابه للبحر قالت ما ابي احدر قاعد افرج. المهم هاجر يمه قولي حق امك ختسوي لنا خباط وتيبه معاها وهي جايه. خالتي ما راح تقدر باكر، عموتي راح يتيمون عندها على الغداء. ما ظنيتي راح تقدر تيجي الشاله. تعالي انت يعني يسوي الخباط ويبي وياك. مش رايك فيني وانا اوهقهم؟ شوفي خليني اقول لك ترى لا بنتك ولا بنت اختك يعرفون يسوون شيء كلش. كورن فليكس يخب عليهم. طه هذا طير زين ما نعرف نطبخ. اقول بيبي حبيبتي امه امشي وياي المطبخ خلينا نجهز اغراض الشاليه نشوف شو اللي ناقص واللي مو ناقص. يلا قومي ساعديني وانت بعد بيك الدور ان شاء الله. يا حياها الله هذه الساعة المباركة عاد هذه منى رفيجتش نسمع فيها ما نشوفها. واي ما عاد لا تشوفينها تهبل توسع الصدر حس وياها خير علي. تصدقين ودها تعرف عليك انتي والبنات. أصيلة أصيلة وبنتي واد الرفيجة اللي تحب رفيجتها وهلها هذه حطيها بعيونك مو بنت بليس اللي دشت بيتنا وكلت وشربت وربت بيننا تاخذ ريلك منك. يما ما عندي ريل تكفى عاد غير الموضوع اللي هو. المهم حبيبتي الرفيجة اللي مثل هذه اللي توقف معاك بضيجتك اوقفي معاها وحطيها على راسك وقولي لها اذا ما شالت الشاليه نشيلك بعيوننا هي واللي عز عليها. اوكي ان شاء الله. يلا انت شوفي تشيكي على الاغراض شوفي شنو بعد ناقص وحطيه. لا تحاتي لا تحاتي. جهزي كل شيء انا بروح اشوف ابوك. يلا يما. الو هلا منى. ويا بعد عمري يا خالتي حبيبتي انت يا ريت والله يا ريت اقدر يوم المنى يوم اللي اشوفها عيد عندي سلمي عليها وايد. يا ملقت عاد تعالي خلينا نغير جو يبي ندوي خلت استانس. وي ما راح اقدر انا فجاه صار عندي استقبال بنت عمتي تخيلي لا جهزتي لبس ولا جهزت لي شيء ولا شريت لها هديه ما ادري ايش برقع بعمري. وي لا دام كذي الموضوع خلاص معذوره ليايات ان شاء الله. وبعدين لا تحاتين على موضوع الهديه ترى المجمعات مبطله من الصبح لي بالليل. عاد على طلعتنا اليوم صراحه المفروض اشتري لها شيء وافتك. يلا حبيبتي اهم شيء تتحنون انتو سلمي على عمي وخالتي وعلى لولو استانسوا. حبيبتي انت ان شاء الله يوصل. حبيبتي حياتي يلا الله يحفظكم مع السلامه. مع السلامه. ان شاء الله مجهز نفسي بقوه حق الامتحان. زين تسوي يا يمه اصلا كان هني قاعد معانا اسمع سوالفه ترد روحي بس من ضحكته جد كان مالي علينا المكان والحين مع كل هاللوية مو قادره استانس واحس ان انا بروحي لا صدق بروحي ليش سويت كذا يا ضاري بس ابي اعرف ليش. سويت يا يمه الله يهديك. هاجر مو قصدي والله. هاجر زين تذكرتينا مختفية مالك حس ما احنا على البال. مختفية ها؟ اه والله على البال بس انا قلت ان انت يعني طالع مع رفيجاتك وكذي طالعين معاكم اليهال فما حبيت ان انا ازعجك. شلون الطلعة؟ عسى استانستي؟ اي والله استانسنا. ودينا الياهل السينما وغديناهم ورحنا سوينا الشوبينج غيرنا جو وباكر بنروح الشاليه. اوه شاليه حكي جديد هذا كنا. ليش جديد؟ احنا متعودين نروح الشاليه. ولا انت هالويكند منتي رايحه؟ شوفي هو انا ما كان لي نيه اروح بس دام ان انتم بتروحون واحنا مشتاقين حق شوفتكم بنروح ليش ما نروح؟ خلاص عيل اشوفك هناك. اكلمك بعدين باي. باي. خالتي منى بتجيب معنا الدوي؟ لا ماما خالتي منى ما راح تجي. عيل منى اللي تقولي لي راح نشوفك باكر. واحدة واحدة ما تعرفينها.
ايش فيك مبوز؟ لا يكون علشان كبيت الشاي على هالجور، لا تصير حساس. لا عادي ما صار شيء. بصراحة اختك ولا تخش عليها؟ تحبها؟ تبيها؟ شو الفائدة إذا هي مو بالعة؟ اللي ما يبي لا دليل. في غيرها ألف وحدة تتمنك. بيبي الله هداش، ترى هذا مو سويتش أوف وأون نطفيه ونشغله على كيفنا. ترى هذا قلب، والقلب اللي يحب ما نقدر نتحكم فيه، هو يتحكم فينا. ما يخالف، أنت ريال وقلبك أقوى من قلب المرأة. عط نفسك فرصة، افتح قلبك حق غيرها. يمكن هذا الشخص الجديد اللي يدش قلبك تكون إيه اللي تستاهلك. ترى ساعات إحنا لما نحب لأن إحنا ودنا نحب، ونستوعب بعدين أن الحب اللي حبيناه كان هو الحب الغلط. صدقني أكيد في شخص يستاهلك وتستاهل. أنا بنج. لولو ماما يلا قوم خلينا نسوي ناجت سوفراي. السلام عليكم. السلام. كنت عند أمي، خالتي متي من عندها وقعدنا شوي. واللي بيطلع يقول قبل الطلعة ولا عقب ما يرد؟ إيش تفرق؟ تفرق إنك أنت إنسانة متزوجة وعندك ريل، ما أحطب قدامه. ما يصير أنا أرد من الدوام أنام أقعد ما ألقاك ولا حتى ألقى منك مسج. طلال رحت عند اهلي ما رحت اجز. انت ما تعرفي تحكين. مينونه انت مينونه. اكو واحده تقول حق ريله ما رحت اجز. وبعدين احاكيك. ترى بيبي قبلك ما تعتب هالباب هذا لما تستاذن. فمشيتك على حال شعرك وعلى كيفك ما يمشي معي. غلط. وين وصلت معاها؟ اخر شيء هددت لك البيت وطلعت. وانا خذيت مكانها. أكيد. لحظة خلي أحط لك هذا الكيسي عشان توقفين. أوقفي بس دير بالك الدهن حار، مو تقربين يمه. كافي هذول بعد ولا أسوي؟ واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة ثلاثة كافي صح؟ أهلين. هلا بهالصوت. ها وصلت البيت؟ إيه وصلت من زمان وقاعد أسوي عشاء حق لولو. عوافي أنا بالديوانية قلت أدق أسمع صوتك. إيه صح اليوم يوم الديوانية. تعالي صج ما راح تجهزين حق الشالي؟ ما يحتاج تجهز حق الشالي، نص أراضي بالشالي أصلاً. أنا ولا مرة سألتك هذا شاليها أهلكم ولا شالي رفيجاتك؟ لا شاليها أنا وربعي. أوكي. وبعد سويته؟ ولا شيء، ناطر إيش تكلمين. المهم ضروري ترى اشوفك باكر. هالكثر مشتاق لي؟ فوق ما تتصورين والله. احسنت. سويتي؟ ليش حطيتي دش بالدهن ماما؟ يا رب
تكفل حقنا ترقد. ايش فيكم صاير؟ اني حطك ايدي بالدرج. يلا 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 بسرعه بسرعه. يلا 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 بسرعه. اي مستشفى انتم رايحين؟ عوضني. يلا صار هيك يا اخوي بيودينا خلاص انا بس اطلع. شوف باي. سمعيني يلا سجل كل اللي بقولك عليه. نبي طماط طماط. بطاط بطاط. بصل بصل. خيار خيار. ميوة. ليش شنو ميوة بعد؟ فاكهة. اوكي. كزبرة كزبرة. شنو بعد؟ يا ربي ان شاء الله ما انسى شيء. يا ربي يا ربي شنو 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 بيض. اهم شيء البيض. سجلتي؟ ايه. زين خلاص؟ شنو خلاص؟ ما خلصتي؟ ايش فيك انت؟ يما عشان اروح انام يعني انا بفهم انتم كل مره كذي تجيبون وايد اشياء، خل نروح خفاف. من صدقك انت بتحكين؟ ايه. انت كذي كلش دائما ما تبردين القلب؟ بروح انام يما. تروحين تنامين؟ روحي روحي نامي روحي. خل ادق على اللي تبرد قلبي وتبرد شبدي حبيبتي بيبيتي. يما قاعد يعورني. ما يخالف ماما علشان تصيرين زينه بس شويه. حبيبتي يلا كاب بتخلص بتخلص. يكون حق قال لها منو؟ أمي. وي حاجيها برا حاجيها برا حسن. ألو هلا يما. إيه لا قاعدة وين أنام تو الناس. يما أنا عندي كل شيء بس أنت إذا تبين شيء معين طرشي لي بالواتساب. حبيبتي يلا باي. ها بيبي صار معاكم كل شيء اوكي؟ تمام الحمد لله. انت شايبك؟ شو اللي شايبني؟ انت اختي وهذه بنتي اكيد بيت طمن عليكم. حبيبتي ما بتصريح. ها طمنيني شنو قالوا لكم شنو صار؟ بيبي بس منى تذكرها؟ اي هلا والله. شلونك اخوي محمد طيب؟ بخير الله يسلمك. شنو صار معاكم شنو قالوا لكم؟ لا ان شاء الله بسيطه ماكو شيء بس هي خايفه فمشي معها شوي. تعالي تعالي بيي معك. ها ماما ايش فيك من شنو خايفه؟ خلاص خلصنا. ها حبيبتي. ها ماما شلونك الحين احسن؟ يلا ها ها سويت لك مكان عشان تحطين باقي الاغراض بالثلاجه. يلا يبيهم وطلعي لي دياي واللحم حطيه بالفريزر وطلعي لي ديايتين خليهم برا عشان اسوي الغداء ولا تنسين تقصي لي بصل وثوم ونادي بعد ثانيه خلي تساعدك اوكي جهزوا لي كل شيء حق الغداء يلا لا تصيرين بارده تحركي اوف يا ربي بروح المطبخ ضيج وماكو مكان تحركين يمين يسار ماكو مكان وقلت حق يدك يوسع المطبخ ومو راضي اوف بعدين ايش حق قاعدتني قاعد تطلعيني ايش فيك في شيء ديدا مريم عادي العب بالبحر ديدا مريم عادي العب بالبحر يا روح ديدا والله ودي اقول لك ايه بس اخاف امك تسوي لي سالفه روحي قولي حق امك يمكن ترضى يلا روحي قولي لها اوكي يلا خلصي 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 لا تصيرين بعد يلا ماما ايش فيك يما عادي العب بالبحر لا حبيبتي ما كل لعب بالبحر علشان يدك لا تعورك روحي قاعدي مع خالتك بدور انا بروح اساعد يدتك اوكي يلا روحي ما خلوني العب ماما ما يخالف عشان يدك تعالي ولا تزعلين بطلعي بادك يلا خل العب وياك يلا خير هلا باش مهندس هلا بالغالي شو الصدفه الحلوه هذه ها شو عندك هني شنو ايش عندي هني هذا شال الربع انت يا مع فيه كلنا لا عاد احنا ايرانكم انا حصل له فرصه يينا مالك نيه دش بحر لا وين يا معود ما يبنا طراد لا يبا اي طراد تعركب معاي يا ابن الحلال خلها مره ثانيه لا يبا مره ثانيه تعال 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 يعني اي يعني شنو بعد الله خنجر تعال تعال حياك 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 حياك
ترى باش مهندس اخاف. لا لا تخاف من شنو؟ يعني مو ذاك الزود مع البحر. تخاف وانا معاك. يلا 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 يلا. دير بالك مو تطيح تفشلنا. تكفى شوي شوي. زين يلا. 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 بسم الله. حبيب. نف لبني. اضبط. اي غسلت الطماط والخس وبقت اخر خياره. زين. الزيتات خلصي بسرعه. ما شفيني قصص الخيار كبار، انا احبه صغير. ما هلا يما. انا بروح الجمعيه، تبين شيء؟ ايش حق جمعيه بعد؟ كل شيء موجود هني بالشاليه. يما ابي بطاط وكاكاو وخرابيط. يا احبش للخرابيط. انزين لا تروحين بروحك، خلي اخوك محمد يروح وياك. ومحمد ايش دعوه فاضي لنا؟ قاعد يلعب بالجيتسكي. خوش والله. جيتسكي منو؟ ايش تراني واحد من ربعه. يلا يما انا بروح. اوكي زين ديري بالك على نفسك ان شاء الله. مو تبطين. اوكي خاف اخليها تروح بروحها. هذا الخدم وين هو؟ خليني انا قص السلطه. هذه الماشلة، لا تقولي داش يد ورا ويد قدام. زين قولي مشكور، يعطيك العافية، قواك الله، أي شيء. مشكور، بس لا تحسسني الأغراض هذه اللي بروحي، أنا وأنت مع بعض. المهم إني تعنيت، إيش فيك؟ طلال، ليش قاعد تحسسني الأبسط الأشياء المفروض إن الريال يسويها حق مرته هي وايد كبيرة عندك؟ شيء مو إيش فيك؟ ترى مني بطاري المصرف والمصاريف وانت متغيره ومو عاجبك شيء. شكرا هذا عشان الفلوس. انا مو محتاجه منك فلوس، انا محتاجه احس ان ريلي يحبني وما يقصر علي بشيء، واللي بجيبه حقي واللي بجيبي حقه. انا صدقين الغلطان اللي قاعد اساعدك. هاردسك الدوام وينه؟ ما ادري، شوفه بالصاله عند الادراج. ما تبي بروحك، تبي بروحك. استغفر الله العظيم، واحد ما يعتمد عليه بشيء.
وي وناسه الوضع يشوق. قومي قومي خلنا نلعب. روحي زين ما عارفه اسوق. مليقه. جورة هلا خالتي. قاعده بريحاتك؟ اي والله سويت لي نسكافيه. زين اشوى عشان انا ابي اكلمك بموضوع. خير؟ هلا هلا ابو محمد يا يمه، ترى هو ما كان قصده، لا تاخذين على خاطرك منه، يعني لما يكلمك لا تصددين عنه، ولما تزل منه الزله لا تسوين هش كبر. الله هو اكبر، ترى عند الله السعه، ترى هو يعزك وياخذ بخاطرك. ايش دعوه خالتي، محمد مثل اخوي، وإذا على سالفة الشاي اللي انكت علي ترى السالفة ما تسوى، وأنا يومها كنت متضايقة. زين أشوى يعني انتوا عيال خالة ورابين ويا بعض، حتى إلا محمد طين تلينا ما يرضى يزعل أحد ولا أحد يزعل منه. لا تحاتين خالتي. عفية بنيتي شطرة. شنو بتطلعين سناب شات؟ لا انستغرام. شوفان مشكور على الطلعه الحلوه باشمهندس. عفا عليك يا ابو جاسم حبيبي، بعد ما يبي له اي شيء بغيت الشاليه من الشاليه ما يردك الا لسانه. بعد قلبه يا اخوي، هذا الجد موجود وانت مشي رايحين ورادين. اي اي نعيدها نعيدها ان شاء الله. عليك مثل ما تبي. مساكم الله بالخير. هلا بالمهندس. شو الصدفه متفقين؟ لا والله حشه، شفت الصدفه شارك ابويا طلع كاوش عليهم يمنا. صج؟ إيه يا ثاري طلعنا إيران من زمان وإحنا ما ندري. يلا من رخصتكم أنا. حياك حياك. حبيبي أبو جاسم. مشكور. الله يحفظك. مشكور. حبيبي فمال الله. فمال كريم. صراحة شيشني، ودي أخذ لي واحد وحطه هني بالشاليه. قص عليك؟ قص علي؟ اللي ركبت بتعرفين شلون قص علي. أقول أنت وياه صار لكم ساعة تسولفون عن هذا، منو هذا؟ يبا هذا مهندس بدر اللي صمم شقة أختك. المهندس. مهندس. يلا هروح داخل على ما أخذ لي شاور ونتغدى. يلا 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 لولو ماما. يلا ترى مو حلوة الشمس.